يبدو أن العام 2016 هو عام حزن بالنسبة للوسط الفني بعد فقدان أكثر من نجم، آخرها الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز التي توفيت عن عمر يناهز 84 عاما. ريبي رينولدز شاركت في عدة أفلام، ابنتها توفيت بالأمس واليوم هي بكل بساطة هذا لا يصدق أسوأ سنة في هوليوود كما يمكن أن ترون، سيبقى 2016 في التاريخ. ديبي رينولدز تعرضت لسكتة دماغية وهذا ساعات بعد وفاة ابنتها الممثلة كاري فيشر الشهيرة بالأميرة ليا في فيلم حرب النجوم. فيما يخص موت ديبي، لقد رأت ابنتها تمر أمامها وهذه عائلة هوليوودية، هل هناك نهاية في هوليوود كهذه أن تذهب البنت مع أمها وتختفيان في غروب الشمس؟ وإذا كانت كاري فيشر تعتبر إحدى الشخصيات الأساسية في السينما الحديثة، فإن ديبي رينولدز كانت تمثل إحدى آخر الصور الحية للعصر الذهبي لهوليوود.